أزور المصطفى العدنان، أروح لرحاب وأوصل نبينا الهادي للأمة، صلاة بترفع الغمة، يا رب اكتبها للمشتاق، نروح صحبانك لما بستنى دوري في كل عام، علشان أزور خير الأنام، وقف قصاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وصلي في الروضة الشريفة آخر منايا ومطلبي. حجاج الحرم طوفوا، خدوني معاكوا في صفوفوا، يا حجاج الحرم طوفوا، خدوني معاكوا في صفوفوا، نقف على جبل عرفات ونمحي ذنوبنا بوقوفوا، وبلتغي في ما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشويش. طبعا بنمر النهاردة بذكرى العاشر من رمضان، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حاجة محببة لقلوبنا. تحية كبيرة جدا لجيشنا العظيم وقواتنا المسلحة. طبعا الانتصارات حاجة مفرحة، فاحنا بموجب ان احنا فرحانين، فبنشكر ربنا سبحانه وتعالى بهذا النصر ونظل نشكره عليه طيلة حياتنا. وعشان احنا بنشكر ربنا وفي نهار في ليلة من ليالي رمضان وسهرة رمضانية زي ما قلت امبارح، مش خيمة رمضانية ولا خيبة رمضانية زي ما بيعمل البعض، فاحنا النهاردة بإذن الله موعدنا وإياكم مع سهرة قرآنية ابتهاجا وفرحا بهذا النصر العظيم. فنقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونستمتع بصوت جميل، هو يعني عزيز علي أنا شخصيا طبعا، وهو الشيخ سامح الرزقي أو الرزقي، أنت بتحبها الرزقي بس أنا بقولها الرزقي. مرحبا شيخ سامح. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. الله يبارك في حضرتك. طبعا عايزين بقى ليلة جميلة إن شاء الله، ليلة جامدة إن شاء الله. الشيخ الطبلاوي هو طبيعته الله يرحمه رحمة الله عليه، صوت موسيقي يعني، هو طبعا يعني طبعا كأنه آلة موسيقية يعني. طبعا رحمة وانت الله ما شاء الله عليك، ربنا حباك الموهبة، ربنا يعزك ويبارك فيك الحمد لله. ويعني كأنه هو
كأنه الشيخ الطبلاوي يعني. الله يرحمه. الله عليه. هو طبعا قمة كبيرة جدا. فاحنا النهاردة هنستمتع بموجب عشر رمضان. إن شاء الله. عشر رمضان. بإذن الله تعالى. هنسمع بقى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا بتكلم كتير في الحلقات لوحدي. طبعا. النهاردة بقى أنت معايا، إحنا عايزين نسمع كتير. إن شاء الله. حسب بإذن الله. خالص. بإذن الله. عشان نسمع نستمتع وتسمعنا كده بصوتك الجميل. اتفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي شيخ سامح. يعني ايه اللي خلاك خدت سكه الشيخ الطبلاوي او المدرسه دي؟ يعني احكي لنا النشأه كده القرآنيه ديت لحد ما عرفت الموضوع ده فيك. والله النشأه القرآنيه كانت منذ الصغر والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فقد كان والدي رحمه الله عليه حريصا كل الحرص على ان اكون حافظا للقرآن او قارئا له. وكان يعني أخي الأكبر الشيخ صابر الرزقي كان سبقني في هذا الموضوع. هو رجل حافظ للقرآن ومجود والحمد لله، وكان بيشجعني بصراحة على هذا الموضوع يعني. وإحنا كنا صغيرين كان والدي رحمة الله عليه دايما يشغل الكاسيت على الشيخ محمد محمود الطبلاوي، فانطبع الصوت في الذاكرة وفي الذهن. فكنت لما أكون بحفظ أقرب حد أميل إليه الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لأنه كان دايما يعني بسمعه على طول، دايما موجود معايا على طول في البيت، في يعني دائما. فالحمد لله كانت دي يعني حاجة مشجعة إن أنا أتجه نفس الاتجاه بتاعه يعني. ماشي، ده كده حب لأنك نشأت عليه. نشأت عليه إزاي يعني؟ والله لما جيت يعني بدأت يعني كان في بداية الحفظ في كتاب القرية، فبدأت في الكتاب حفظت، وبعد كده لما بقيت أسمع الشيخ الطبلاوي أجي أقرأ القرآن ألاقي الصوت يميل للشيخ الطبلاوي كتير، فيعني تشبعت به منذ الصغر يعني والحمد لله. أصل سهل يعني، ممكن الواحد يحاول يقلد أو يؤدي، بس ما تجيش الخامة كمان قريبة. ما تجيش الخامة. طب احكي لي بقى أنت لما يعني قابلت الشيخ نفسه بقى. قابلت الشيخ. في صورة معانا صورة في الإعداد، يا ريت تنزلوها لنا يا جماعة بعد إذنكم. يعني هو طبعا عملاق يعني. هو طبعا قلت له أنا والله كان معايا انا يعني في البدايه مع الشيخ الله يرحمه رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. في البدايه بعد ما انتهيت من كتاب القريه كملت حفظ مع الشيخ السيد عبد الجواد كريم رحمه الله عليه، رجل يعني صاحب فضل علي طبعا، الله يرحمه رحمه واسعه. ولحد ما كملت معاه الحمد لله الحفظ يعني. وفي يوم قابلنا فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، فقال له يا فضيلة الشيخ الولد دوت يعني بيقلدك وبيحبك قوي. بس أكيد أنت كنت نفسك في ده من زمان. طبعا يعني كنت بحبه جدا من زمان يعني، أكتر من حوالي دخلني في 20 سنة. فلما سمعني كده يعني مع يعني شوف تواضع الكبار بقى، يعني شوف يعني علم في دولة التلاوة المصرية يعني زي فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لما سمع ابتسم كده
وقال لي انت هتبقى حاجه كويسه. ولما الشيخ قال له ده حاجه زيك دايما يعني مغرم بيك، يقوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله عليه يرد ويقول ده شرف ليا. فشوف تواضع الكبار يعني، وانا من اكون يعني حتى يقول هذا الصرح والعلم الكبير فضيله الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ويشهد يعني بحاجه كويسه بصراحه في حقي رحمه الله عليه. طبعا انا مش عايز استرسل في الكلام عشان احنا عايزين نسمع، بس انا عايز اقول بس للساده المشاهدين يعني استاذنكم ان احنا هنخلي المداخلات بعد الفاصل عشان الفقره دي نعتبرها حفله كده حضراتكم تستمتعوا بيها، ونسمع كده القران في يوم فرح زي انتصارات العشر من رمضان اللي احنا فيها دي. وبعد الفصل ان شاء الله يعني في خدمتكم ناخد الاتصالات كلها ان شاء الله باذن الله. شيخ سامح الشيخ الطبلاوي له حتت كده، هو طبعا كل العمالقه بتوعنا اجادوا بشكل كامل في كل شيء تمام، لكن انا يعني بحكم ان ده مجالي برضو يعني طبعا حضرتك استاذنا الفاضل يعني الله يحفظك، فانا عندي يعني واقف على عند كل شيخ عندي كام حته كده بيكون معدي فيها حدود قوي 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 يعني يعني هو تمام. الشيخ الطبلاوي كله معدي الحدود مثلا الاداء والجمال والتمكن يعني لا شك بس لما تيجي تسمعه مثلا في القصص مثلا طبعا اخر القصص زي سيدنا الشيخ ابو العينين مثلا في اول القصص بالظبط اوحينا الى ام موسى زي سيدنا الشيخ حسان مثلا شويه في الرعد كده مثلا مظبوط عمنا بقى بالنسبه لنا الشيخ مصطفى اسماعيل بقى التحريم والحقه مسلمات المؤمنات ما شاء الله يعني ابداع يزيد كتير عن اي تصور تمام عايز اسمع دي ليا انا بقى شويه بتوع القصص حاضر يعني حاضر هو اللي هي بتاع وربك يخلق ما يشاء ويختار والله لا اله الا هو تمام والله لا حاضر قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا ان شاء الله سرمدا ان شاء الله دي بيقسم فيها كده فانت بتبقى رايح معاه في بتاعه الليل كده وبتاعه النهار كده والصوت ماشي بشكل يعني الله يرحمه بقى الله يرحمه يا مولانا ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء من إله
احنا ما ننساش برضو احقاقا للحق يعني من الشيخ الطبلاوي له برضو اخر الحشر معدية مش القصص بس هو انا قلت في الاول عشان ما نبقاش اخطأت في حق حد كلهم عمالقة
يعني ملوك يعني. لا هم كلهم يعني لكن في حاجات بتكون زادت عن الحد، واللي انا جبت سيرتهم دول اللي جم على لساني، لكن الكل يعني مثلا عمنا الشيخ محمد صديق المنشاوي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين مثلا يعني، ولو اخر الحشر برضو رهيبه يعني. ما شاء الله كده وهكذا يعني. القراء القدماء بصراحه الجيل الاول يعني ربنا جعله يعني يعني بسم الله ما شاء حفظ الله حفظ به القران، حفظ به القران. نعم. الرحيل الاول طبعا. وهو يعني قدوه لمن يقتدي طبعا، وعلى راسهم طبعا الشيخ محمود خليل الحصري لا ننساه ولا ننسى ذكراه ابدا كلهم. يعني القارئ الذي يخشى الله في قراءته فعلا يعني، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد طبعا يعني ما انا قلت الشيخ البنا والشيخ كده بس يعني هناك الكثير والكثير طبعا طبعا طبعا, طبعا. والشيخ الطبلاوي برضه فاكر حاجه كانت من الحاجات الجامده يعني النازعات برضه تقدر تسمعنا اخر الحشر طيب ان شاء الله يعني باذن الله تعالى ان شاء الله. مش عايزك بس تكون تعبت يعني. لا 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 هو ابيض احنا النهارده يعني متشرفين متشرفين طبعا بحضرتك النهارده وبالساده المشاهدين. ربنا يبارك فيك. على فكره احنا عارفين مداخلات كتير داخله بس عشان القران يعني ماجلينها لبعد الفاصل علشان ايه يعني نستمتع ويعني احترام للقران طبعا ما نقولش نقطع طبعا ان شاء الله بس يعني يعني الحشر بقى حاضر بسلطنه كده حاضر ان شاء الله هنختم بالحشر باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
سعدتنا والوقت بيجري والفقره عدى يعني عدت من بدري. احنا سعداء النهارده باللقاء الفقره الثانيه يعني كده. احنا سعداء باللقاء الطيب الكريم وكل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله كلنا لقاءات ثانيه باذن الله ان شاء الله. اشكرك كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير وحضرتك طيبا. شكرا لحضرتك. فاصل اعزائي المشاهدين ونستكمل الحلقه بعد ان شاء الله باذن الله. Thank you.
رجعنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير. كنا قبل الفاصل طبعا في فقرة يعني سهرة قرآنية جميلة جدا، أكيد يعني حضراتكم يعني استمتعتم بيها، شيء ما شاء الله ربنا يتقبل يا رب ويجعل أيامنا كلها فرح وسعادة وهنا بالانتصارات. النهاردة ذكرى انتصارات العشر من رمضان اللي هي كانت في سنتها السادس من أكتوبر، فإحنا بنحتفل في السادس من أكتوبر وبنحتفل في العشر من رمضان. وطبعا يعني أنا بيلفت نظري بس حاجة أو بستوقف عند حاجة تعتبر بسيطة جدا، إن يعني الناس اللي كانت بتحارب في هذا الشهر طبعا صيام وشهر شهر فضيل، يعني حتى لو هم كانوا في حرب أفطروا أو صاموا، يعني المهم كانت أيام كلها نفحات وأيام كلها جميلة، وربنا يجعل أيامنا كلها جميلة. قبل أول ما بدأنا الحلقة قلت هنخلي مكالمات حضراتكم، لأن أنا عز علي أن أنا أعمل الحلقة ما أسمعش أصوات حضراتكم، يعني ده شيء يزعلني جدا، وأتمنى أن أكون سبب في أي حد تتحل مشكلته أو توصل مشكلته لمسؤول، فيعني تظبط الأمور معاه وتتصلح معاه، ده شيء بيسعدني وبكون يعني مكتفي من الدنيا بهذا الأمر. فيعني احنا بقلنا في الحلقة وقت مش كبير، فيعني احنا هنستقبل اتصالات حضراتكم فيها. اتفضل معانا مين؟ الأستاذ طارق عيد. اتفضل أستاذ طارق. أهلا وسهلا أستاذ طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن توطي فضيلة الشيخ عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ الله يخليك الله يحفظك. والله يا فندم أجمل ما في الحوار إن راجل فاضل وعملاق زي الشيخ عبد الرحمن أبو حاتم هو اللي بيحاول كمان. العفو. لا العفو، الله يكرمك، ملوش لازمة الكلام ده خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي يعني اسحب هذا الكلام، ما بحبوش. ربنا يبارك فيك، كل عام وانتم بخير. اتفضل يا استاذ طارق، معاك. اتفضل، سامعك استاذ طارق. وانت بكل صحه وسلامه. يعني بس توطي التلفزيون بعد اذنك. سامعني يا فندم؟ اتفضل. اتفضل. انا كنت والله يعني كنت الشيخ مره كنت حضرت له تلاوه. نعم. في الوراق مع حضره الشيخ حجاج الهنداوي. نعم. وكنت نفسي اقول له سمعني بس الايه بتاعه يونس، ولو شاء الله لامن من في الارض. نعم. كلهم جميعا. نعم. بس للاسف هي يبدو ان اللقاء خلص ولا ايه، مش عارف. احنا والله يا استاذ طارق احنا يعني للاسف ما قدرناش ندخل مكالمات ساعه التلاوه عشان احتراما للقران طبعا. تمام. لكن احنا ممكن ده هنسجله والشيخ سامع حبيبنا يعني، فنجيبه تاني ويقرا تاني ويبقى ليالينا كلها قرآن وخير بإذن الله. يعني حاضر، أنا فاكر حضرتك طلبت آيات من سورة يونس، هنجيبه يقراها وإن شاء الله يعني كل يعني ما يطلبه المستمعون زي ما بيقولوا هيتعمل بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ طارق، شكرا جزيلا. يعني شيء جميل والله يا أعزائي المشاهدين طبعا، يعني إن الناس تكون مهتمة بالقرآن أو تكون مهتمة بما هو نافع. في حلقة امبارح لفت نظري متصل كريم، يعني استوقفني الكلام اللي قاله، اللي هو عارف لما حد بيمشي بغلط أو بيدعو لشيء غلط ومجاي حد إيه مفركشه كده ولغيه كده هو كأنه ما حصلش، الناس تقعد تهاتي وتنطع من قلوبها وتقول اعملوا كذا أو الدين في كذا أو التجريح اللي بيحصل دائماً من سنين ده موجود، والتشكيك ده موجود، وناس بتورث بعضها فيه. معانا مين؟ أستاذ أحمد. أستاذ أحمد من الفيوم، اتفضل أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك. أهلا أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا اللي اتصلت بك امبارح، بس عايز أقول لك الله يرضي عليك، انت انسان محترم. العفو. وايه الحلاوه اللي انتوا بتعملوها في القناه دي؟ ربنا يبارك، ده حلاوتكم دي عشان انتوا تستاهلوا اكتر من كده. والله العظيم ده انتوا ده انتوا ده انتوا ده انتوا القناه دي كبرت وهتكبر باذن الله بيكم. التنوع اللي بتعملوه طب القناه بتكبر بجمهورها يا استاذ احمد. القران كريم، ايه الحلاوه دي؟ يعني دي حلاوتكم والله، حلاوة الجمهور الجميل. أنا قبل حضرتك ما تدخل كنت بتكلم على الجمهور. أنت عندك القبول إنه كل الناس تقعد كده تتلف حوالين الشاشة وتتفرج عليك. الله يحفظك يا رب. ربنا يقبلنا في الآخرة. اللي أنتوا فيه. ربنا يبارك فيك يا رب.
كل عام انتم بخير يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. يعني في حاجات الواحد ما ينفعش يعقب عليها يعني بصراحه، اكبر من ان الواحد يعقب عليها، لكن انا بلفت نظر حضراتكم للحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. يطلع ناس تصرف فلوس، تقول في قنوات، تكتب كتب، تعمل اللي تعمله، تعمل البدع وتدعو الى ضلاله او تشكك في ثوابت من ثوابت ديننا، فيجي واحد بسيط الراجل نفسه بيقول على نفسه انا ما اتعلمتش، بس قال كلام موزون اكتر من كل اللي بيدعوا ان هم مثقفين دول. والادهى بقى ثبات العقيده عنده هو، يعني ولا كان حد عمل حاجه. يعني واحد مثلا مسك بلد بحالها، عمال يقول لهم تعرفوا فلان ده فيه وبيه 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 وبيه، وفضل مسكهم بيت بيت. يشاء السميع العليم ان كل بيت بيت ده يكتشف ان اللي بتقول ده هو الكذاب والتاني ده حلو، وده ما ردش على اي شيء خالص ولا اتكلم في حاجه خالص، ربنا دافع عنه كده. فتبص تلاقي الراجل امبارح بيقول لك لا، هو بيقول الاسراء كذا، ده 1 2 3 4، هو حافظ الصح ويرد على ده، والتاني كانه بيحرد في ميه. يعني اللي زي ابراهيم عيسى والقمني وكذا وكذا، الناس اللي هي الغريبه الشكل في زماننا ده، كانه بيحرد في ميه، جايب محرات وبيحرد في ميه. فاللي هيحرد في ميه ده ايه اللي هيتحرد ورا المحرات؟ ولا حاجه، لا في حاجه حرتت ولا حاجه اتحرتت، دي ميه. اول ما المحرات يمشي كده الميه كده، عارفين المحرات؟ حاجه بتحرط الارض كده، اللي هي بتخطط الارض يعني دي، تمام؟ لما تبقى ارض طين كده ويمشي فيها الحديد ده يقسمها، طب لو ميه انسى. فده الموضوع، ده الموضوع اللي انا عايز اوصله برضو للمشاهد الكريم اللي اتكلم، قال طب ما تخليهم يفتحوا، لا ملناش دعوه، دي مش بتاعتنا. بس اديك انت اهي وصلتك، وصلت الرساله. القلوب والعقول والانفس بيد الله سبحانه وتعالى، فما فيش حد هيقدر ياثر على شيء بايده، مش بفتحه الصدر، مش بكتر الكلام، يقول للصبح وفي الاخر كلمه بتيجي تمسحه، سبحان الله العظيم. يعني معانا مداخله، اتفضل. العمدة ممدوح، منين؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا عمدتنا. ألو. ألو، اتفضل. ممدوح من نقطة الصعيد. مرحبا، أهلا أهلا وسهلا بالصعيد. من القوصية. ألو. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. من القوصية، قرية عرب الشيخ عون الله. القوصية دي هنا ولا إيه؟ طب يا حاج ممدوح، ممكن توطي التلفزيون؟ لا، عشان القوصية ده مركز تابع لأسيوط. طيب ممكن بعد اذنك توطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك كويس يعني. اهلا وسهلا بيك وباهل اسيوط وبكل اهلنا في الصعيد. ايوه كده كويس. اه كده تمام، اتفضل يا حاج ممدوح، اتفضل. والله الشيخ سامح كامل بصراحه، ربنا جزاه الله كل خير. امين. راجل فاضل يعني، وصل عندنا الصعيد اكثر عديد المرات، 5 مرات 6 مرات ما شاء الله. هو جميل الشيخ سامح ما شاء الله طبعا، يعني قارئ محترم، ربنا يزيده القران بصراحه، ربنا كده وربنا يكثر من امثاله. امين يا رب، امين يا رب. ايه رايك في اللي قراه النهارده؟ بيقرا زي اللي قراه عندك ولا لا؟ نعم. اللي قراه في الحلقه النهارده؟ لا، بسم الله ما شاء الله عليه. ولا في السهرات عندكم في الصعيد بيبقى احسن شويه؟ لا لا لا، بصراحه ربنا، وبيبقى زايد، بيبقى الناس، ده انا عندي شرايط، وعندي يعني انا عندي الشرايط بتاعتي، الواحد يتمنى ما شاء الله يسمعها. والله ما شاء الله، تمام. ربنا يبارك فيك يا حاج ممدوح، شكرا يا حاج ممدوح، شكرا جزيلا. شيء جميل واثر جميل طبعا، يعني ان الناس تبقى متاثره في القران، بيسمعوا هنا وهناك. وصح الحاج ممدوح بيتكلم صح طبعا، الشيخ سامح من الناس الجميله، يعني ربنا يا رب يوفقه دايما، وما شاء الله هو من بحري بيقرا في ابلي، وربنا يوسع عليه بقى، يعني ما يجراش حاجه، مش مشكله. هو حد جميل يستاهل كل خير طبعا يعني، وكل اهل القران طبعا لا شك في ذلك يعني. فبكمل ان اللي بيحرد في ميه ده يقولوا بقى، يقولوا اللي هم عايزينه، وفي النهايه الناس ثابته وعارفه. يعني يحكى ان كان في مصر هنا زمان ايام الحكم الفاطمي، اللي هو غير مذهب البلاد وفرض المذهب الشيعي، وكانوا يعني شديد الحرب على اهل البلاد هنا، على اهل مصر، وقعدوا مده
وبعدين يعني كانوا يكتبوا كده على المنابر: من شتم وسب له درهم واردب. اللي هيشتم الصحابة ياخد قد كده ويقد كده. وخدوا مدتهم ومشوا، والناس ثابتة، الناس هي هي، ما احنا ولادهم. الله في ايه؟ ما حدش اتغير. الناس اللي هي مثلا النسيج الوطني المصري اللي هو متعايش منذ مئات السنين هو. تيجي ناس تتشدد، وتيجي ناس تقول اعملوا كذا، وتيجي ناس تخلي كذا، تبص تلاقي الجميع كله ماشي زي ما هو. انزلوا حي شبرا مثلا وشوفوا المسلمين والمسيحيين. انا حكيت قبل كده يعني، كان في حد في شغل معين كده في المونتاج والحاجات دي، فانا رايح عنده مكان في تصوير ومونتاج وكده، وانا في الطريق العشاء اذنت، فعلى ما وصلت كانت خلصوا صلاه وقفلوا المسجد. فانا بلف كده هناك عايز اصلي في اي مكان، فلقيت ان يعني ما فيش مسجد مفتوح، فدخلت عنده بقول المسجد، فلقيته جايب لي مصليه عشان اصلي عنده. هو محضر مصليه في مكانه في مكتبه، مسيحي محضر مصليه مسلمه يعني، مصليه الصلاه الاسلاميه يعني. صليت، ودي مصر، وده الوضع الطبيعي بتاعنا يعني. فده اللي انا عايز اوصله للناس تطمئن، عشان الاخ اللي كان بيقول ما بيقولوا ليه ولازم يفتحوا، لا مش احنا حلوين كده والناس كلها حلوه كده. معانا مين؟ معلش ما سمعتش. طيب احنا كده بيقولوا ده عاملين ثوره في الكنترول، ان احنا وقت الحلقه انتهى. طبعا اعزائي المشاهدين يعني انا بعتذر ان احنا ما خدناش مداخلات حضراتكم جميعا النهارده، لكن اوعدكم بكره باذن الله هيكون من اول الحلقه مداخلات، وهنقول اللي احنا عايزينه كله ان شاء الله. النهارده بس كان عشان معانا الحاجه الجميله ديت الشيخ سامح وعشر رمضان وكده. كل عام وانتم بخير، نلتقي بحضراتكم غدا باذن الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.